صباح الخير أعزائي المتابعين، افتتاح الفني الصباحي شركة وينزر بروكر. عيد ميلادكم كريم. اليوم 18 يونيو 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الدولار الأمريكي مقابل نظيره الكندي. تداولات إيجابية للدولار الأمريكي خلال طبعا الأسبوع الماضي، وأداء طبعا كبير جدا وإيجابي، وبيتجه لتسجيل أفضل أسبوع أداء أسبوعي ليه في نحو 9 أشهر، بعد تتسارع المستثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي الأمريكي في موعد أقرب من المتوقع في الأيام التي تلت تحول مفاجئ في لهجة مجلس الاحتياطي الاتحادي طبعا بعد محضر اجتماع لجنة الفيدرالي يوم الجمعة الماضية. دي كانت أهم الأخبار المؤثرة على الأسواق امبارح. كان عندنا مجموعة من بيانات الهامة، ولكن ما كانش ليها تأثيرها القوي، بالعكس تجاهلها المستثمرون بشكل كبير، زي معدلات الشكاوى من البطالة الأمريكي ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية. الاثنين جم طبعا أسوأ من المتوقع. دي كانت أهم البيانات وأهم الأخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهاردة. زي ما حضراتكم شايفين، الأداء الإيجابي والكبير والعنيف للأمريكي مقابل الكندي، وطبعا وتفوق وعودته مرة أخرى على 23.40 وتسجيله أعلى سعر ليه، خلونا نفكر حضراتكم منذ شهر طبعا شهر أبريل 2021. أداء إيجابي مستمر للأمريكي مقابل الكندي، مدعم بشكل كبير من مستوى كل المؤشرات. زي ما شايفين EMA تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى، ثبات السعر أعلاه والمسافة بينهم يدل على قوة الاتجاه. أداء إيجابي على الفلات تراند وعلى مؤشر السعر، ولذلك نتوقع مزيد من الإيجابية، ولكن بشرط كسر 23.85 عشان يروح لل 24.45 وراها لل 90. مرة تانية كسر 23.85 وراها لل 24.45 وراها لل 90. السيناريو الآخر المعاكس يتحقق بكسر ال 22.90 وراها ال 55 وراها ال 10. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.